ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة، وكمان مباراة الأهلي مع حرس الحدود اللي هتتلعب في ليلة تسليم درع التتويج بالدوري. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فقداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية هيلقي عظة الأسبوعية الساعة 6 بالليل في كاتدرائية السيدة العذراء والأنبا كراس بشاير الخير 3. النهاردة هينظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة ملتقى توظيفي لتوفير فرص عمل للشباب بمزايا تأمينية وزيادات سنوية. النهاردة تنطلق فعاليات برنامج المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء اللي بتنظمه دار الأوبرا المصرية، وبتتضمن فعاليات المهرجان عروض متنوعة على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية لعدد من الفنانين والفرق المميزة، تضم ألوان إبداعية بتناسب التوجهات الفنية لمختلف الشرائح العمرية والاجتماعية. النهاردة العشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراة مهمة هيلتقي فيها الأهلي مع حرس الحدود في إطار المباراة المؤجلة من الجولة 33 من عمر المسابقة في تمام الساعة 8:30 بالليل. ومن المقرر أن يتسلم النادي الأهلي درع التتويج بالبطولة رقم 43 عقب انتهاء المباراة.